بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة ديني لبات فقه أهيد إن كجهد ليني قنوت كصلاة فجر قال قنوت يا إنه مشروع يهي وثابت يهي وسجن يهي بالأدلة الحديثية لقنا سو نقليي علماء الإسلام كمن أيام الصحابة إلى أيامنا هذا. وأنا قيبتي ذي اللي حد ومسألة ديني لبعض الفقه غاهد قيبتي ذي اللي حد هرا نغسو هذا اللي قنوت كونه مشروع يهي. وحن سو دليل إن حديث كي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنوت حتى فارق الدنيا. هرا نصو شاقني تضوي طبعا إمام وحكفر بضن إن أي صون نقليين حديث كأنس بن مالك إنه حديث سنة كيسو صحيحي. وحان كلا أن صو عرقني حديث كي لبات براء بن عازب إن أسنى إنه سوري نبي صلى الله عليه وسلم وكسوري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح. كان وحان صو شاقرين أنك لفظه كان هدي قرين كله أما الدليل كله أو خارجه أو نائمًا أو كسر فينها يمعنى هذا حقيقة يكون هاي إن عدين هاي سكانة وحي دائم كأه استمرارية دوتة ديمومة دوتة أي كان عديسا مركب حلية كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح. هرا نصو شيقني روايات كقاركود عند مسلم وفي البخاري من رواية أنس بن مالك إن مغرب صعروري يعني مغرب يا صبح روايات كلو حصاروري الظهر يا عصر كليو هرن سو شغني امام البغوي عليه رحمه الله نقل انتسي امام الشوكاني امام الشافعي وكسيهري كو كدنبيي انتو با اني سو نقليين انو اتفاق دعي هشيس علماء الاسلام كدخدود اها المؤيد لهذه المساله والمخاسم كون سوغي يا كون سوغي ان مخاي كو هشيين أي كو اتفاقين إن قنود كستا أن سبب وذنن إني لقتري قنود كدونا سبب وذنن إن شنت صلاة مدنا أن لقنودين ما عدا صلاة الفجر صلاة الصباح وحيك الصهاري يعني أفرت صلاة أكلة قنود بلا سببها إن لقنودين بعلماء الإسلام كو اتفاقين وحاهري مركز صلاة دي فجر يدا لقوما اتفاقين مركز مغرب كان ku soo aroray riwaayadkan kale waxaan ku saarnaa ittifaqas oo aha in laga tagay magribka iyo salaadaha kale ee maqli doono oo dhanabiga qunuudii calayhi salaam ee qunuudka bila sababta in laga tagay culimada islaamku ku ittifaqeen marka magrib halkaas aan ku saarnay waxa soo hadhay waa salaatul fajr dariilka saddexaad in maanta sheegayna waxa weeyaan ma rawahu al-bukhari an ayyub an muhammad ibn sirin قال وحوري سو إلى أنس أنس بالويديي قفك سؤال شويديينا وابن سيري نفتيسة محيري أقانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح نبي عليه السلام قانت ميوقون وضي في الصبح صلاة الصبح نبي ميوقون وضي سؤال شاسي أنس بالويدين هيا قال أنس محيري نعم نبي عليه السلام وقنوضي وحالقو يريو كلي أو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع نبي عليه السلام محو قنوضي ركوع ذا كهر مثل ركوع ذا كذب قال بعد الركوع يسيرا قال الراوي حيري فلا أدري مقرن هي اليسير يسير كو نبي شيقي ما قنوضك كوضا او حكى وضع النبي عليه السلام يعني قولوا دير ما تهجنين الدعاء دير ما أخرين الدعاء قابا عن ديرين أيو النبي قنود جري عليه السلام مسوحو بكا وذاب يريد قيامك مركا احتمال لكن سيد العلماء ذا الشيء يعني أنا ممكن مذهب كذا كسو عناي إن قنود دير ويدعاء دير نبي عليه السلام ونأتهجنين الدعاء إسكال لحدة حاضها وقنود جري مركا حديث كنا بخاري بكجرة وان حديثك عامك اها ان كو قيدي حديثك ان كو حنبارينا حديثك انا سن سو دافني ان قنوتك هلكن لغا ودايو قنوتك دائمك اها اما قنوتك عارضك اها
ama qunuudka nawaasilka hadduu yimaado isna waa loo qunuudi un. Hadduu qunuudka nawaasilka iyo qunuudkii caarifti meesha uu ka baxana, kii ducada iyo istikfaarta iyo allabariga ahay ee daa'imka ahay fajriga ahaa isagu sidiisi unbuu iska ahaanayaa. Marka xadiiskaas saan soo dhaafnay, Bukhaari baana soo wariyey, waxaana leeyahay Anas aqanata nabiyu sala allahu alayhi wasalama fi subxi, qala naam. Doktorkan caanka ahaa Maxamed Xasan Hiitu la yiraahdo, waa nin waxa weeyaan Shaami aha, Suuri aha, caalim weyn oo maxamed waaweyn ee Shaaficiyadana ka mid ah, wuxuu leeyahay kitaabkiisa Kashfu Sitri fi Sunniyati Qunuuti Lfajri uu kaga hadlayay wahada nasun fi qunuuti lfajri, yani waa xadiis caddaynhaya in nabigu calayhi salaatu llahi wasalaamu uu qunuudu jiray fii salaati lfajri. Iyagu waxay nileeyihin qunuudkani dadkan khasmigu waa qunuudkii nawaasilka, waa qunuudkii cawaaridka oo xaggaasi u riixayaan. Laakiin waxaan leenahay daliilka caddaynhaya inuu kii cawaaridka yahay waa maxay? Anaku caamkan xadiiskan kusoo aroornay, waxaan ku xambaaraynaa oon raacinaynaa waxaan horay u soo dhaafnay xadiiskii Anas oo kale iyo waxa iman doona in arki doonaba. Ibnu Maajah sunankiisa isna wuxuu ku soo wariyey min ariiqi Xumayd can Anas qaala su'ila can lqunuuti fi salaati subxi, waa xadiis ku yaala sunan Ibnu Maajah. Wuxuu leeyahay Anas baa la weydiiyey oo la yiri can lqunuuti fi salaati subxi, qunuudkan la qunuudaya ee la ducaysanhaya salaada subax ka waran Anasow? Faqaala, wuxuu yiri Anas ibnu Malik kunnaa naqnutu qabla arukuuci wa bacdahu. Qunuudkaas wuu sugayaa Anas halkan, wax qunuud la yiraahdo sugayaa. Weliba muxuu ku sugayaa? Bilafdi kaana kunnaa, horaanu soo dhaafnayna xalaqadan bilowgeeda iyo xalaqaadkii horeba, lafdu kaana caamil khaarija aduuna imanin, daliil kale oo khaarija aduuna imanin, kaana waxay faa'iideen waxay istimraariyadda watay. Marka wuxuu leeyahy kunnaa naqnutu qabla arukuuci wa bacdahu, qunuudkan ma rukuucdaa lagu horreysiin mise rukuucdaa laga dambaysiin? Waa masale iska dhab yar oo labadan madhabood ee qunuudka qaba, Shaaficiyada madhabkeenna innaka iyo Maalikiyadu, labadan madhab midna qunuudka wuu ku horreysiya rukuucda sida Maalikiyada oo kale, innakuna waan ka dambaysiina, labaduba iska bannaan yihiin. Inkastoo culimmada qoloba ay rajaxayso, Maalikiyadu xagga hore rajaxayaan in la qunuudka la mariyo, Shaaficiyaduna waxay rajaxayaan in qunuudka laga dambaysiiyo rukuucda, intaasina dhib male, halkeeba qunuudka laga dhigaya. Laakiin iminka waxaan ka hadlayna waa sugitaankiisiiba, ithbaatu lqunuud yuu maanta hadalba ka taagan yahay. Marka Anas wuxuu ku leeyahay kunnaa naqnut, waan qunuudi jirnay, yani kunna waxaanu ahayn, kolku waa kunnaa saxaabigu uu soo wariyeen wuxuu ka wadaa waqtigii nabiga calayhi salaam iyo waqtigii horabu kada, waqtigii waxyiga, waqtigii shareecadii soo degeysay, kunnaa naqnut buu leeyahay. Fa xadiiskaas Anas uu soo wariyey Xaafid ibnu Xajar, imaamkan weyn ee caalimka ee muxadidka ah, ee asagoo oo kale ummadda islaamkaba aan soo marin, yani 820-kii buu dhintay taqriiban, 820-kii sana ilaa maantana 1460 baan joognaa, 500 wax ka badan weeyaan. Ummadda islaamka muuna soo marin Xaafid ibnu Xajar oo kale calayhi raxmatullah, wa ilaa hadduu soo mari hanaloo sheega waayo ninka Xaafid ibnu Xajar oo kale calayhi raxmatullah. Imaamkaas muxadidkaa ee amiir almu'miniin fi lxadiidka ka gaadhay madhabka Shaaficiyada ee culimmada Shaaficiyadana ka tirsan, xufaadda islaamka ee waaweyna ka mid ah, kitaabkiisan weyn een isla aan la qorin, kama yaquulu Abulxasan Annadawi, yani fi taariikhi lbashariya, nebi aadan calayhi salaam ilaa yowmina haada fatxu lbaari oo kale bashariyaduba mayna qorin, insaaniyaduba kitaabkaasoo kale mayna la imanin. Waa kitaab yani taariikhdu ay u qoreyso. Yaquul Xaafid ibnu Xajar fi fatxi lbaari fi aakhiri baabi lwitri, witriga baabkan uu ka hadlaya awaakhirtiisa markuu mariya, wuxuu yiri xadiiskan Ibnu Maajah markuu soo maray, kunnaa naqnut, kunna waxaanu ahaan buu yiri Anas naqnut. Xadiidkana saan soo sheegay waxaa soo warinaya sunan Ibnu Maajah. Xaafid ibnu Xajar markuu ku soo qaaday xadiiska kitaabkiisa Fatxulbaari wuxuu yiri isnaaduhu qawiyun, sanadkan Anas fi sunan Ibnu Maajah sanadkiisu qawiyun, waa sanad aada u xoog badan, yani waa sanad saxiix ah oo jayid ah oo maqbuul ah.
في سنن ابن ماجه أيضا وحاكو صوروري من طريق أيوب عن محمد بن سيرين قال وحيري سألت أنس بن مالك بن ويدية عن القنوت قنوت ككورا أنسو سؤال هنا أنس وحيقو بضان هيان أنس عمر يعني عمر دار بإلهي سي نبي ودعي عليه السلام نبي وحيري اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة سببتنا وحي أهيد نبي عليه السلام مركو مقالة المدينة يميد ننكست هدية بالنبي وكاني عليه الصلاة الله والسلام أنس هو يدي وحي ويدي وحي النبي هدية قو قيسو كيرا بقى عن تصوغبات أنس وحد الرسول كي إلهيو ننكست وحبو كو كاني ننكست هدية بكو كاني أنا وحان هيا يمجر تؤن كسية أن هدية كو قسية ويل كاير بان كو كاني هاكو شقي وهاكو خدمة الرسول كي إلهيو هدية قادو خدمة لها كجرة وقف يكون نقضة وندعي مركز النبي عليه السلام اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة إله حوله سنبضي عرورتي سنبضي جنة نقلي خلاصة نحوينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء النبي الجمعي أنس بن مالك أنس محيري حوله سمرك كورمي بيرها مدينة بيري تمرت مدينة سنة كمر بيدشا أنا تمرت ذو سنة كلابجر بيدشا أبد كيسا وحو الشاقي انت أوسو قاري بصر مركو جوغي إرنمتاي انت نول ما هادا انت لبر كيسا كسو بحدي بقل بقل المضوح كبادن بقل بقل المضوح كبادن او دلي أيو آسي وانتو نولا دنتاي انت نول إلهي باقران انت يسير دلين إلهي باقران أبد كا انت لك بلهي سيا بقل المضوح كبادن مركو حورن جري اللهم أكثر ماله وان أركي وولده نوان أركي والدعاء دي نبي أهد عليه السلام تي سدحات وأها وادخله الجنة وانسوغ يا بيري مركو عمر دير بو إلهي سي أنس بن مالك بل وحالو تريا السحابة نمك رجي قدام بي إردن تيبو كمدا مركو عمر دير بو لها أمد مركو علمي جيسي وبهاتي سادر هذا وحركة سمكو سؤالها سيكو بضن مركو أنس وحالو يري عن القنوت بل قنوت كفجرك نوغورن فقال أنا سمحو يري قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع وسنده صحيح سند كان ابن ماجه وسند صحيح مركا أنا سمحو قنوت كالويدي يمحو يري نبي عليه الصلاة الله وسلامه وقنوضي ولما بعد الركوعنا نبي صلى الله عليه وسلم وقنوضي مركا ودليل اسنا حوق بدن او كتو سيا نبي صلى الله عليه وسلم انو قنود جري بدليل قوله كنا ايو بدليل قول كيسور كذا كان انت سبحي كتو سن قنود كنبي عليه الصلاة الله وسلامه انو دائم اها دليل كأفراد اسنا ان تسيا قنود كسلاة فجر قال قنود ياي انو ثابت ياي وسجن ياي ومشروعي هي وحويا ما جاء في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث للإمام الحازمي كتاب كان الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث وكتاب مهم أهل جدا وكتاب قيم وكتاب فائدة بضن وكتاب وحويا علم بضن وإمام كاسوكو سوقري وكتاب أن أمن سنها أنه مانتن عالم إنه ككافتوا مكرين، وكتاب حويا ولبنن ما أنت وقت النول عصر الفتنة عصر الخلافات ونكمر مينن، وكتاب لب أن لايها أنا أقول نن شافعية ومذهب كإمام الشافعية ذا هيستا أو بلد كنا من منطقة أنا كنا الله مثل مذهب كان ما أنت لقى هيست أو انتسابية أو أنس كوأب ترسنا هي مذهب كإمام الشافعي عليه رحمة الله وكتاب ككافتوا مينن وكتاب مهم جدا لب مجلد ويا أنا سوق مطبوع هوا الله هي مطابع قرطه هل مجلد بكو طابعين مجي عيسى وكتاب وحال هذا سان سو شيغنا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي امام قرن امام الحازمي عليه رحمه ربي امام سو دلين يربا او داير ايو لنتي سيده لا شيغيو فرتن واخ يربو كو دنتي لكن عمرك يس الهي ببركي مرك كتاب كاس وكتاب مهمها وانا لها ياسو ومطبوعها ولو درسن كرام مكاتبتن حاج كتاب كمثلا تقايا مع عمرات تقايا اوكالي
أما وضم لك العرب مثلا أسفرية وهذا قرآن كرتا كتابك الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث للحازم إمام كاس أيام حسو نقلي من طريق سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال حيري سألت أنس بن مالك أنس بن مالك بن ويدي محان إريبو يري أقنت عمر في صلاة الصبح وسؤال ابن سيرين بويدين تابع قوين عنك أنس بويدين وحكوليه أقنت عمر في صلاة الصبح أنس عمر بن الخطاب خليفة الراشد كهي عادل كأها صبح ميو قنوضي فقال أنس محيري قانت من هو خير من عمر قانت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بادي ويديني قد إلاله ابن سيرون ميو قنوضي وحانكو شيقيا عمر ننك خير بذن كفضل بذن كوين باقنوضي أوايا نكاسي قانت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قنوضي بيري مركا وحو عدين هيا قنوضكم أنك هذا لينو إلا قنوضي يفجرقه إن أنا أهينو حتى عمر وحو كاني مع أن عمر خليفة عادل والراشدة والنبي يقول عليه السلام يعني عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين وحتى عمر الدو الشرعيين لها ويكون في الله يدوي عمر مستحيل إنه شرعيي وكل رقم وحونا نبي عليه الصلاة والسلام كارك حتى عمر الدو كان لها مقبول لنقول لها مركو حقول أي قنوتك وواحد أفسن عمر أي قنود الجري النبي محمد صلى الله عليه وسلم با قنود الجري حديث كان سنة كيسة دقيسو إمام الحازم المحجري قلت كتاب كيسة سو نقلي حديث كان وحكسو نقلي إمام السجا كهرية وهو مسلم ليث لأورنجري إنو يري هذا حديث صحيح حديث كان ولده قناة من هو خير من عمر قناة النبي صلى الله عليه وسلم سنة كيسو إمام كاسم حجري حديث صحيح يقول الحازم كتاب كشيخ له محيرسنا رجاله رجال صحيحين سند كان حديث كان أنس ولديه قناة من هو خير من عمر قلت عمر الودي يقولون كيسا والنبي عليه السلام وحولي رجاله رجال صحيحين إمام كاسي وحوليه سند كان حديث كان رجيسو ورجال صحيحين وانا حديث قوي جدا وسنة كيسنا أدم قشان لبضاء إمام بين ساكو حكمين وحونا عدين هيا مشروعية هي سوغتان كأسوغن يهي قنوط كسلاة الفجر وانا دليل كي أفراد دليل كشانات اسنا علماء اي ادليل شدين قنوط كسلاة الفجر انو مشروعية هي أسوغن يهي ما رواه الإمام البيهقي عليه رحمة الله في سننه من طريق خليد بن دعلج السدوسي خليد بن دعلج السدوسي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال محير إمام كاس إمام البيهقي أيضا مرلبات كتاب كان سنن الكبرى بليره هذا علماء الإسلام كانوا حيشيغان كتاب كاسو كله إن لم يؤلف في بابه باب كيسة يعني باب الأحكام مركا لقاها الليو باب الأحكام مركا لقاها الليو أساقو أو كلا لما قورن با أحكام تمركي لقاها الليو وكتاب طبان مجلدها وأحاديثها ولوغو تلقى لي إن لغو أيدو ولغو السقو ولغو حوجيو أركتدى إمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى iyo masaailka iyo madhabka imaam shafi'i alayhi rahmatullah fiqigiisa faraha badan ee qayim ka ah ee makatibta islaamka buuxiyay adilladii soo baada mar labaadna waxaan leeyahay kitabka sunanul kubra lil imaam al bayhaqi alayhi rahmatullah nin aalimihi kama kooftoomi koraysna bidhat nin shafi'i ah oo madhabka shafi'iyada haystay kitabka kama kaaftoomi karo portablada baa la iibsada guriyaha baa waa sariiraha waa loo iibiyaa kabadhada waa la iibsada iska iibso kitaabkan waa 10 mujallad waxaan la hadlayna dadka culimada ah ee akhrisan kara de fiqiga iyo asaniida iyo ahkaamta fahmaya fuqahaadu waxaan la hadlayaa
iyo dadka culimada iyo dadka xerta ee masaajidda jooga ee daraasanaya cilmiga sharciga iyo nin kasta oo dee caalimaha ama daaci aha oo isu xilqaamay diintan iyo xilkeeda, kitaabkaas Sunanul Kubra isna kitaab laga kaaftoomi kara ma ah. Muxuu yidhi Imaamul Bayhaqi calayhi raxmatullah, wuxuu kasoo wariyey xadiiskan Khulayd bin Dacla Jasadusi can Qadaadata can Anas bin Maliki radia allahu taala anhu qaala, wuxuu yidhi أنس محيري صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت وخلف عثمان فقنت. أنس حولي النبي محمد عليه السلام دبدي سنكت كذي نبي محمد بنكت دبدت كذي فقنت وقنوا النبي عليه السلام أو بكر بنكت دبدت كذي فقنت عثمان بنكت دبدت كذي وفقنت. حديث كان سند كيسا وحكو جراه خلد بن دعلج السدوسي ننكا انسو دافنك هذا الكيس اي ثقاديس اي تبرتيس اي حوقيس انا هذا البيع علوم دوكا كينان قاروي ضعيفيان، لكن وحان الشيغينا اثر كان اي حديث كان انس طريقة ان كسوريني يعني من باب المتابعات من نسوري سن هنا، من باب الشواهد من نسوري سن هنا ينسو دليشن هنا وحان حوجين هيا وحي هورا انسو دافنك iyo waxan kale ee soo socda intuba macnaha xadiiskan Khulayd bin Daclaj ayay wala sheegayaan. Marka muxuu sheegayaa Anas sallaytu khalfa rasuulillahi faqanat wa khalfa abi bakrin faqanat wa khalfa cumara faqanat wa khalfa cuhmaana faqanat, intuba way qunooda ma ku leeyahay. Hadalkan macnihiisuna waxa xoojinaya saan sheegayna wixii ka horeeyey iyo wixii ka dambeeyey fi kitaab aydan ناسخ الحديث ومنسوخ ناسخ يا منسوخ كهضلا اسنو حال ابن شاهين امام لي هذا ابن شاهين من ائمه الاسلام كما ذا كتاب سن ادو قيمه بدن او ناسخ يا منسوخ كهضلا ما كتابك كسو اروري سند كيسا نفس الطريق خليد بن دعلج عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاه الفجر بعد الركوع. حلي أنس قنت نبي عليه الصلاة الله وسلامه قنت في صلاة الفجر أي نبي قنود عليه السلام بعد الركوع نبي قنود عليه السلام محوك دري وأبو بكر أي اسن قنودي وعمر أي اسن قنودي وعثمان باقنودي صدرا من خلافتي خلافة ديسي هي حكم كي عثمان قيبتي هوري سنده هوري أي قنود جري بعد الركوع. ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار أي عثمان وحي كعود سدين إني قنود كاللغة صهر مريو ركوع دا فقدم القنود قبل الركوع. عثمان محوصا وسمين هيا لبدا الرموت بهور مركي وروي بنانايين سانسو شغن قنود كا إن لغوه الرئيسي ركوع دا سيد مالكي يدوي قبتو iyo in laga dambeysiyo labaduba waa mubaax, kana waa mubaax, kana waa mubaax. Masaladu waa kayba raajixa waxa laga hadlayay. Marka mar hadday masaladii labadii wajiba ay ku banaan tahay, Cusmaan waxaa lagu yiri warbal haddaad soo hormarisa ka waran ood qunuudka rukuucda ka soo horreysiiso sidiiba u yeelay. Laakiin waxay ku cadaynaysaa nabiga calayhi salaatullaahi wasalaamu iyo khulafada afartiisa ahaba afarta khulafee ka dambeysay in qunuudkan uu ka soo arooray oo thaabit ka yahay ayay ku tusaysaa. Xalaqadeena maanta insha allahu tacaala intaasaan ku joojinaynaa. Waxaan sii wadi doonaa insha allahu tacaala adiladii kale ee baabkan kusoo arooray oo qunuudkan kusoo arooray. Waxaan insha allahu tacaala kusoo qaadi doonaa xalaqadeena soo socota. Darsigana maanta intaasuu ku dhan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.